في الجدل المشار مؤخرا عن موضوع القايمة في مصر. هو اصلا موضوع يعني فعلا شائك ويحتمل اكتر من رأي. هو الرأي انه احنا ما نكتبش قايمة ده يعني هو فعلا الست لما بتبقى مش عايزة شخص ما او خلاص مش عايزة تعيش معاه فهي فعلا ممكن تتنازل عن كل حقوقها في سبيل ان هي تحصل على حريتها، بس في نفس الوقت ده مش معناه انه هي برضو تتنازل عن حقوقها وان هي ما تكتبش قايمة، لانه ده عرف، والعرف ما دام هو خلاص اقر في البلد يبقى ده هو اللي لازم يتمشي عليه، يعني هو ده خلاص اللي تبعناه في كل الحاجات فخلاص هو ده اللي بيتمشي عليه، وبرضه ده حفاظا على حقوقها هي، يعني هي فرضا ما كتبتش قايمة وافترضت حسن النية وبعد كده ما حصلش نصيب وطلعت كده يعني ابيض يا وردي، يعني فهي يعني مش حاسة ان هو حاجة لطيفة قوي ان احنا نلغي القايمة، لانه ده حق الزوجة وده العرف اللي اتعرف عليه في بلدنا على الاقل يعني. وكمان في حاجة، احنا في مصر مش زي دول عربية كتير، الست بتشارك بتدفع تقريبا كتير قوي في الجهاز، يعني غير مثلا دول عربية تانية الراجل بيجي ياخد العروسة كده وهي ما بتدفعش اي حاجة في توضيب بيت، او هو بتروح بتلاقي كل حاجتها جاهزة، يدوبك حتى ممكن اوقات في بعض الاوقات ما تجيبش هدوم كمان. والله بصي، هي القايمة طبعا من حق البنت المفروض او الزوجة بمعنى اصح يعني، بس يعني المفروض تبقى بشروط وبقيود، يعني زي زمان كده كان بيبقى فيه العيلة نفسها بتعمل في قيود من العيلة، من العيلة او كلمة دي اقوى من القايمة، تمام. فدلوقتي الـ الـ المحاكم والقضايا والحاجات دي بوظت الدنيا خالص، خلت الكلمة بتاعت الناس الكبيرة دي تضيع، تمام. انا شايف ان يعني ان الاختيار من الاول هو اللي صح، هو اللي بيوصل للقايمة ان هي توصل فعلا ان هي يبقى ليها حق او لا. وطبعا احنا بنرجع نقول في الاول والاخر يعني بالبلدي كده او زي ما الناس بتقول شويه الخشب مش هيفيدوا بحاجه، يعني البيت والاسره، ولو واحد من الاثنين يضحي بحاجه هنكمل وممكن مش هنبص للحاجات دي خالص. في ناس على فكره ما فرقش معاها خالص موضوع الفلوس ده خالص، ممكن يدي للست القايمه وتمشي ما فيش مشكله خالص، بس هي خسرت ايه؟ خسرت حد كويس، وهو في نفس الوقت خسر ايه لو هي مثلا حتى مشيت؟ خسر حد كويس برضه. فعلى النقيض يعني ان احنا ممكن لو في اصلاح او كده نكمل، مفيش اصلاح او مفيش حاجه يعني بما يرضي الله، بس الموضوع بسيط جدا، يعني الموضوع كلمه اكتر من ما هو ورقه ممضي عليها. يعني والله انا سمعت على النت ان في اب جوز بنته من غير قايمه ومن غير حاجه، بس انا يعني حاجه زي كده مش صح، يعني هو لو هو سليم النيه قوي وحابب ان هو يبقى والراجل كويس اللي هو مجوز له بنته، بس الدنيا ما تضمنش برضه، يضمن حق بنته هو شرع ربنا بيقول كده ان اي بنت بتتجوز الاب بيضمن لها حقها، الدنيا بتتغير والراجل ممكن يتغير ويحصل مشاكل فيبقى اضمن يضمن لها حقها، وفي مشاكل كتير قوي بتحصل بسبب كده، واحد بياخد واحده من غير شبكه مثلا ويكون بتحبه وبتصبر معاه وبعد كده الدنيا بتتغير، واحد بيساعدوا بعض وبعد كده الدنيا بتغير، في مشاكل كتير قوي حصلت بسبب كده. الراجل برضو لما يحس ان هو يعني مش دفع فيها، هي مش سلعه، بس ان هو ده حقها الشرعي في 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 قايمه مثلا او في عفش او في ذهب او حاجه زي كده، بيحس ان هو انها ليها قيمه عنده، مش شرط يكون يعني مبالغ في المبالغ، بس شرع ربنا بيقول ان يدي الزوجه حقها، ده شرع ربنا، اللي بيمشي على شرع ربنا ما بيتعبش. هو الراجل كريم ان هو ادى لبنته الواحد كده وحب ان هو يصونها وكل حاجه، بس برضو يعني الزمن اللي احنا فيه ده ما بينفعش بلغ في المبالغ، بس شرع ربنا بيقولوا ان يدي الزوجه حقها، ده شرع ربنا. لا، معي مع الاب ان هو لازم يضمن حقها، بس هو ده اللي انا شايفه، يعني لو في حاجه ازيد من كده ممكن، بس حسب كل ظروف الشباب، يعني في قايمه بتقطم الظهر وفي قايمه اللي هي بتخلي الشاب يبقى معاه، بس يحسس ان هو خايف على بنته يشوف ان هو قايمه، انت فاهم قصدي؟ بس هو ده اللي بتكلم فيه. انا شايف ان هو الاب ليه وجهه نظر، وشايف ان هو شايف ان ممكن يكون ليه وجهه نظر ان هو عارف ان ده هيحافظ عليها وعارف ان هو ان مديها لحد واثق فيه، بس فهو ده اللي انا شايفه يعني عامه. والله العظيم انا يعني صراحه هي مفاجاه كانت من اب، طبعا يعني اولا هو جابته الشجاعه ان هو يعمل كده مع اللي هيبقى جوز بنته، يعني حاجه حلوه طبعا، لان الكلام ده مبقاش يحصل، يعني الكلام ده ما شفناهوش قبل كده وما كانش بيحصل يعني، فدي حاجه طبعا ايجابيه من الاب، وثقه تدي ثقه لجوز بنته ان هو كمان يبقى قد المسؤوليه وانه قادر يحافظ على بنته، وتدي له يعني شجاعه كبيره ان هو يخلي باله من تصرفاته معاها ويعملها بما يرضي الله.
فدي حاجة إيجابية جدا يعني في الموضوع. بس أهم حاجة الثقة، يعني هي الموضوع كله في الثقة. يعني لو في حد عارف ان هو بياخد واحدة بنت ناس هيقدر يحافظ عليها، والموضوع بعيد يعني عن، لان موضوع الأيمة ده ما كانش موجود زمان طبعا، ولا هو موجود في الدين ومش موجود، لكن الناس بقت بتخاف من بعض، فبيعملوا بيأمنوا حب بنتهم بالأيمة دي او الورقة دي اللي بيمضي عليها العريس. فطبعا الموضوع ده لو اتعمل، بس هيكون عن ثقة، هيكون عن ثقة ما بينه، وده راجع لطباع العائلات، يعني اذا كانت العائله دي بتقبل كده او لا، لان مش كل العائلات بتقبل الموضوع ده. بس يعني فهو موضوع يعني كويس، يعني مش حاجه ظاهره اول ما بنشوفها، بقالنا فتره كبيره ما شفناهاش، يعني متهيألي انا ما شفتش الموضوع ده قبل كده. اي نعم كان فيه بيحصل، بس مش بالصوره اللي هي انتشرت على السوشيال ميديا اليومين دول. لكن دي اول مره تنتشر على السوشيال ميديا، بسبب ان هو كان موقف راجل قصاد راجل.